المرتكب تاعو يقدر اتجاه يقول لك الترامواي ما جا بعيد شويه خليه يفوت برك. امن ولايه قسنطينه بالشراكه مع الصحافه المحليه برمج هذه الخرجه الميدانيه بتاريخ اليوم من اجل ربما توجيه بعض النصائح وتحسيس خاصة المواطنين سواء الراجلين أو الراكبين بضرورة أو بخطورة بعض السلوكات من بينها المشي على سكة الترامواي أو قطع الطريق في وقت يعني قطار الترامواي يعني قريب من من من, من هذاك السائق. الهدف من هذه الحملة هو التوعية والتحسيس ربما حول أخطار هذه السلوكات السلبية وتحسيسهم كذلك مع دعوتهم إلى الالتزام ببعض القوانين والنظم في هذا الإطار.